الآن طبعا سنقوم بحل الأسئلة. أصل بين الكلمة في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني. طحاها والأرض وما طحاها، أي بسطها. دساها أي ملأ نفسه بالمعاصي. تلاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها، أي تبع الشمس. ضمير متصل يعود على الشمس. ممتازين. طبعا بقي لدينا كلمة أزال ظلمتها. أزال ظلمتها هي معنى لأي كلمة؟ هي معنى لكلمة جلاها. أزال ظلمتها أي جلاها لنصلها معا. طبعا هذا السؤال سأتركه لكم أعزائي الطلبة، وهي املأ اكتب الآيات الكريمة في موضعها المناسب. نريد أن نكتب الآية في مكانها المناسب. بعد تلاوة الآيات وترديدها وحفظها، سنقوم بحفظ معاني الكلمات. أول كلمة هي ضحاها. المقصود بضحاها هي وقت الضحى. وقت الضحى يكون بعد شروق الشمس بقليل، هذا يسمى وقت الضحى. تلاها القمر إذا تلاها، أن القمر يتبع الشمس. والنهار إذا جلاها، جلاها أن النهار يأتي ليزيل ظلمة الليل وعتمة الليل. يغشاها الليل إذا يغشاها، أي يأتي الليل ليغطي الأرض بالظلام، ينتشر الظلام في الأرض بوقت الليل. طحاها والأرض وما طحاها، أي أن الله تعالى بسط الأرض للإنسان وللكائنات الحية. سواها ونفس وما سواها، أي أن الله تعالى خلقنا بأحسن صورة. دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أن الإنسان يملأ نفسه بالمعاصي وذلك هو يكون ظلم نفسه. وقد أفلح من زكاها، أي أن الإنسان يفوز عندما يطهر نفسه بالأعمال الصالحة. عن ماذا تحدثت هذه الآيات؟ أولاً أن الله تعالى أقسم ببعض مخلوقاته. ما هي هذه المخلوقات التي أقسم الله بها؟ طبعاً هنا وردت واو القسم التي أقسم الله بها بالشمس، وأقسم الله تعالى أيضاً بالقمر، وأقسم الله تعالى بالنهار وبالليل السماء. وأيضا أقسم الله تعالى بالأرض والأرض والنفس، أقسم الله تعالى بالنفس الإنسانية. إذن من هنا عرفنا أن الله تعالى أقسم بهذه المخلوقات باستخدام أو بوجود واو القسم. المعنى الثاني التي تحدثت عنه الآيات هو أن الإنسان سيفوز إذا طهر نفسه من المعاصي في الدنيا والآخرة. تحدثنا طبعا هذا المعنى موجود بقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أن الإنسان سيفوز إذا طهر نفسه من المعاصي وقام بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها، أي أن الإنسان سيكون خاسر في الدنيا والآخرة إذا قام بهذه المعاصي.